Somebody came up with me in the in some of the experiments. Well, you know, in the story, you remember the story of the Africanized peas? Yeah. Yes. Okay. Somebody, can somebody tell me what that is about? Yeah. الجمعة تأكدنا انه في 10% زيادة على الأقساط، فساعتها بلشنا تحركنا نعمل اجتماع يوم الجمعة وتقرر اليوم عدم سحب الستيتمنت اوفيس اللي هي الفاتورة الدفع. هلا مثل ما شايفين هون في شباب اعتصموا معنا. المطلب الأساسي من الاعتصام هو مطالبة بإلغاء 10% اللي أقرت على الأقساط. ما فينا الا نوقف ضد هيك الزياده، لانه هذه الزياده هي مقدمه لزيادات اخرى. ما حدا اخذ راي الطلاب، عشان هيك يعني كلنا كطلاب هون قايمين بوجه هذا التحرك، ولحد الان الوضع كثير منيح يعني ومستمر التحرك. نحن اليوم نعتقد ان مصداقيتنا على المحك، ونعتبر ان وجودنا كممثلين طلابيين لم يعد يعني شيئا في ظل وجود هذه الحكومة الطلابية. أعلن أنا عبد الله صفان ممثل الجونيور ساينس استقالتي من هذا المجلس، من الهيئة التمثيلية لكلية الآداب والعلوم. في شغلة أنا مش قادر أفهمها، كيف اذا الاصل ساينسز قعدت الاعتصام، كيف هيدي غير شرعيه؟ بحب وجه كلمه لمنبر الديمقراطيه اللي بالشرق الاوسط اللي بيقولوا لها هي الجامعه، انه كيف نحن ممنوع؟ انتوا اللي قاعدين على الواتساب هلا، سواء عم تسمعوني او عم تلعبوا ورق او عم تركبوا ورق او whatever، اذا رحتوا هلا واعتصمتوا قدام ستيتمنت اوفيس رح تصيروا انتوا غير شرعيين، بس اذا قاعدين هون عم تعملوا شيء مش عم تفيدوا مصلحه الطلاب فيه، انتوا صرتوا عندكم الشرعيه الكامله، هيدي مش عارف كيف تفسروا لنا اياها. وانا أنا ياسر ناصر ممثل الجراجويت ستودنت بالكوميتي اوف ارتس اند ساينس بعلن استقالتي. أنا التلميذ علي نادر عضو بالكوميتي اوف ارتس اند ساينس بعلن استقالتي. أنا علي الهق ممثل صف الصفم وكمان مثل غيري بعلن استقالتي. أنا خيو لعمر وكيل منو قادر يجي يوم بس هو بيستقيل من ستودنت كونسل تبع ارتس اند ساينس. أنا برضو زي باقي زملائي بعلن استقالتي من مجلس الطلبة. بتمنى شغلة صغيرة منكم أنتم الجداد اللي واقفين تحت إنه تتعلموا قررت فوت على جامعة محترمة مثل الجامعة الأمريكية لفترة 3 سمسترات. عشوائي كنت رح أطلع برا لأنه ما معي مصاري أدفع. هالسمستر إذا ما دفعت مصاري حوالي 6 ملايين ليرة رح أطلع برا. النواب الرئيس والرئيس صاحبنا قاعدين هونيك قاعدين على الاعلان، بلاش نبعتوا لنا صور قبل النهارده وبعدين على كتبهم. لسه هنا بعد شوية 11 لسه بنفرق شو يوم بالتحرك، بنفرق شو يوم بالديمقراطية من علامة الديمقراطية كلها، من هون بنطلع كلمة للعالم، مش للبنان، لكل شيء عن العالم، لكل الناس عم تفكر الحرية بكل العالم. الوقت قرب، معلش، صار الساعة 11 و4 دقيقة. كل معلش كل اللي هون كل اللي فوق
واللي هو هذه كلها رفعة كل اللي واقفين هون يتخضر ينزل ويتجمع هون كلنا بدنا ننتج هسه على المركز هاي الصحفة اللي متجتمعين بس احنا اخذوا الصحافة Yeah.
الشباب اتلبت في وياب. شباب غلطت وقفت على سيارة تعوجتها. يا شباب نحن الظهر غلطنا صح، بس نحن يا شباب انا شخصيا واقف هون لانه انا عشية اكلت كف مش لازم اكله. انا عشية يا شباب كنت قاعد مثل كل شخص كان قاعد، كنا قاعدين عم نطالب انه يطلعوا يحاورونا، يطلعوا يحكوا معنا لانه نحن عنا رأي بدنا نقوله. يلي صار يا شباب انه نحن اكلناها قتلة. انا مشان هيك واقف اليوم ومشان هيك مش عم بنزل عن صفوفي. قبل يا شباب ما نحمل، اذا بتريدوا مزق، قبل ما نحمل حالنا ونروح نفكر صفوفنا نشوف نحن شو بدنا. نحن وصلنا لهون كتير قوينا يا شباب. اذا رجعنا بدنا نرجع مثل ما صار له 15 سنة او اكثر البلد قاعد وساكت وما عم يفتح تمه حدا لانه مش مسترجي. من الرسم النبل الإدارة هذا هو النص. طبعا تكون تعرفوا انه كل شيء صار يوم السلام هو حمينا من تركات الجامعة. لما جرفونا جرف الممار فدعوس لما نحن الخيارة الحمراء كمان هذا حمينا من تركات الجامعة. كل العالم برا كانت تطلع على الجامعة الأمريكية انه جامعة اللي بقلبك مسلمين فردين من طبعات معينة ما بتفرق معه شيء. ما كان حدا ابدا يتخيل انه ممكن في يوم من الايام طلاب الجامعه الامريكيه اول ناس بلبنان يقوموا ضد شيء خطا. بس صارت الحادثه بالجامعه، بس صار التحرك، فيا ترك انتهت التعجب وعلامة الاستفهام عند كل اللي برا اللي اخذوا من الجامعه الامريكيه خطوه وراح تضل خطوه وراح تستمر خطوه. بكره بنحب نوضح شغله، معناه اذا الجامعه تسكر ساعه وساعتين ويوم ويومين بعدين تطلع بحل جديدة، تطلع إدارة جديدة، بيطلعوا طلاب واعيين، ويكون في تحديد مسؤوليات، ويكون في جيل قدوة للمستقبل، فمعلش تسكر يوم يومين وساعة وساعتين، خليها تولد من جديد تعود. يا شباب، جامعة الأمريكية كانت دايما من أهم منابر الحرية في لبنان. الجامعة الأمريكية كان دائما صوت مسموع من البلد ومن الأمة. الجامعة عم بيحاولوا يتنصلوا للنظرة اللي صارت أول امبارح، عم بيحاولوا يتنصلوا هي طريقة التعامل. لحد الآن عندنا وثائق رسمية بعد شوي رح نكشفها قدام كل الرأي العام لحد يتحاسب جوا واللي برا. نحن معاكم ورح نبقى معاكم وواقفين إلى جانب الجسم الطلابي في الجامعة الأمريكية ويعطيكم العافية. وأشرف ما في هذه المسيرة أنها تتعالى على كل الفئويات والطائفيات والمصالح الصغيرة. تقديرا لموقفكم وأسفنا الشديد لما حدث بينكم وبين قوى الأمن. كل واحد منكم هو الكل بيمثل الكل. أنها قد اختبرتم لأم العين كيف أن شعبنا يتعرض لمضايقات ويتعرض لأساليب قمعية لا تتفق مع نظامنا الديمقراطي. ما تصدق
ماشي هلا ما نحاول نفهم شو صار فوق بالبي يو سي، انه كان مفترض تكون هلا على الساعه 11 باعتصام بالبي يو سي عم يشاركوا فيه الطلاب تضامنهم معنا ومطالبه بحقوقهم فوق. حكينا مع المسؤول هونيك والتهمت الطلاب هون، التهمت انه الحركه الطلابيه هون حركه مسيسه. والان بحب اسال الجميع، هل الحركه الطلابيه هون حركه مسيسه؟ لا، انه عم يحاولوا يقاوموا بشكل رهيب انه طلاب الجامعات يتكاثروا يتضامنوا مع بعض، وكانه نحن بنخوف، نحن طلاب الجامعات بالنهايه ومطالبنا حتكون دائما مطالب محل. مصدر رسمي من الجامعة الأمريكية بيروت في 10/10/1994. طبعا من وزعة مش مشكلة، بنعطيها لكل اللي عايزينها. إلى العميد عبد الكريم إبراهيم قائد شرطة بيروت من إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت، الموضوع حماية بناية الإدارة المركزية. ترجو إدارة الجامعة الأمريكية تأمين الحماية لممتلكات الجامعة بما فيها مبنى الإدارة المركزية مارك وند هاوس ابتداء من الساعة 1 من بعد ظهر يوم 10/10/1994، ولكم الشكر والتقدير. العبارة اللي حذفت بعد ما طلب الأمر الخطي إلى وسائل الإعلام: مع استعمال كل الإمكانيات المتاحة. امضاء دكتور سمير المقدسي الخطي مكتوب تحت بالدكتلو دكتور سمير المقدسي الرئيس المنتدب للجامعة الأمريكية. طبعا أنا مسؤول عن كل كلمة عم قولها. استرجع البيان. وين البيان؟ كما كنا الواسطة بينكم وبين الإدارة، كان بعد الإجراء التعسفي بحق زميلكم رامي في منعه من الدخول إلى المبنى واسطة بيننا وبين الإدارة. الإدارة طلبت من النواب الكرام كانوا موجودين معنا. لحظة يا شباب. الإدارة رئيس الجامعة الإدارة طلبوا من النواب الكرام اللي كانوا موجودين هون، طلبوا اجتماع جديد وظهر فيه مستجدات وفي قرارات جديدة، فنحن قاعدين ناطرين حتى يخلصوا الاجتماع. من امبارح لليوم لم تتقدم الأمور كثيرة، بقيت الأمور في مكانها. بدنا نتخذ القرار النهائي والقرار الصعب هلا. رح اعرض مخاطر المسألة وحسناتها واترك الامر للطلاب قبل ما نقول كلمتنا الاخيرة. اللي صار لحد اسا انتهت المهلة والجامعة ما اجت باي جديد، وكأنه اخذت ال 24 ساعة فقط للتمييع، حتى ما قابلونا وبعضهم قاعدين جوا، ما قابلوا ولا واحد مننا بالرغم من دعوتنا للمحاورة معهم وحتى قدام الطلاب. نعرض المسألة من سلبياتها. طبعا مش عم نخوف الطلاب، ثقتنا فيهم كبيرة، وكل شخص منكم مسؤول بيتحمل مسؤولية التراجع، لأنه إذا بدنا نستمر رح يصير في محاولات فتن كتير قوية، رح يصير في محاولات ضغط كتير قوية، رح يصير في محاولات من المؤسسات المالية اللي عم تدفع للطلاب مصاري كمان قوية، رح يصير في محاولات من الإدارة على الطلاب كتير قوية، رح يصير في محاولات وضغوط على الأساتذة لإعطاء الصفوف. هل الطلاب بدي صوت واحد أو هيك إسا نحسم القرار بيننا عشي، هل الطلاب مستعدين كطلاب جامعة أمريكية بلشوا يد وحدة ويد وحدة، هل مستعدين تكملوا؟ بدنا نسألك، الإدارة عطت مقابل 10% زودة مساعدة، بترضيكم كطلاب؟ يعني ايه بترضينا، للي عم ياخدوا 10% بينزيد 10% زيادة، بيصيروا ما بكون عم يدفعوا شيء زيادة. برأيك بكرة حترجع الدراسة عادي بالجامعة؟ ما بعرف إذا يمكن، لأن هلأ ما في كتير عم يتظاهروا.
يعني اقل من قبل كانوا كتار وهلا خفين كتير، وان شاء الله ما بقى يصير في اضرابات ابدا. ميرسي.